زميلي العزيز كريم رمزي، برحب بيك، برحب بكل مشاهدي رقم 10 في كل مكان. ولقاءاتنا الخاصه النهارده معنا واحد من اللاعبين المميزين، هو نجم نادي الاسماعيلي ثم نادي بيراميدز وحاليا نادي مودرن سبورت، هو النجم طارق طه. طارق برحب بيك رقم 10 وبنقل لك تحيات كريم رمزي. برحب بيك طبعا يا مصر، وبرحب ببرنامجك الجميل، وسلاماتي طبعا للكابتن كريم. طارق يمكن تألقت بشدة، يمكن بداية كانت الإنتاج الحربي، ويمكن هي الفترة اللي تألقت من خلالها وانتقلت للعديد من الأندية. ناس كتير ما تعرفش مشوارك بقى، الإنتاج كان أول خطوة ليك في الكورة ولا كان في حاجة قبل الإنتاج الحربي؟ لا، أنا بدأت مراحل الناشئين كان نادي إنبي، ومن خلال نادي إنبي رحت الإنتاج، قعدت لعبت هناك حوالي 4 سنين أو 5 سنين، وبعد كده انتقلت لسموحة قعدت فيها سنة، وبعد كده رحت الإسماعيلي قعدت برضو فيها سنة، وبعد كده رحت بيراميدز قعدت فيها سنتين، وفي اخر بقى التجاربي كان مودرن سبورت. يعني المرحله الافضل من وجهه نظرك في الانديه اللي انت لعبت معها؟ اكيد الانديه الشعبيه، الانديه اللي بتبقى فيها جماهيريه بتبقى فيها متعه خاصه في الكوره عامه يعني. فبالنسبه للنادي الاسماعيلي والسنه بتاعت نادي الاسماعيلي دي هي دايما متعلقه بيا دايما. من خلالها كان لعبنا في 4 بطولات، وكانت من اكبر بطولات على مستوى القاره. لعبنا في بطوله افريقيا، بنلعب في بطوله الدوري، وكان بطوله العربيه. فدي كانت من افضل المواسم اللي الواحد بيعتز بيها دايما. يعني تجربه بيراميدز، يعني بيراميدز من الانديه اللي عملت طفره في كره القدم المصريه في السنوات الاخيره، اصبح منافس للاهلي والزمالك، بطل كاس مصر في النسخ الاخيره. تجربه بيراميدز بتقيمها ازاي بالنسبه لوجودك في بيراميدز في الفتره اللي لعبت فيها في بيراميدز؟ لا، هي بكل المقاييس كانت تجربه برضو كانت ناجحه، بس بالنسبه لي ما كانتش ناجحه على المستوى اللي انا كنت دايما حاطه، لان انا في الاول والاخر كان بالنسبه لي كان حلم كتير اللي انت طول الوقت ان انت بتلعب، وكان من خلالها ان انا كنت اقدر عايز الواحد ينضم من خلال مصر في انديه كبيره. وكان تجربه نادي بيراميدز نادي كبير، ونادي كان عنده طموحات كبيره جدا، وكان على المدار البعيد وعنده خطه ان هو يقدر ينافس على كل الالقاب. فمن خلالي برضو كانت التجربه يعني ما كانتش بالنسبه لي اللي انا كنت مستنيها. ف يعني ومرينا بحاجات ومرينا بظروف جامده فيها، ولعبنا فيها نهائيات كتير جدا، وخدنا ثالث دوري، ولعبنا برضو فيها افريقيا. فما كانتش المردود بالنسبه لي اللي انا تجربه يعني بالنسبه لي كانت كويسه قوي. مين كان موجود باك ليفت معاك في فتره بيراميدز دي؟ حضرت محمد حمدي ولا كان؟ كان حمدي، كنت انا وحمدي في الفتره دي اللي كنا موجودين في الـ في الـ في, الـ في النادي يعني. بعد بيراميدز يمكن تجربه فيوتشر او مودرن فيوتشر، يمكن البدايه كانت قويه، الكل توقع ان البدايه تكون قويه. برضو يمكن بدات قوي مع مودرن وبعدين الامور بدات تختلف شويه، ليه؟ بص، في الاول والاخر اختيار الانديه او طول الوقت ان انت بتبقى بتفكر ان انت النادي، يعني اختياري للنادي ده كان بطموحات جديده، ان النادي ده كان مؤسس ان هو طول الوقت عايز يعمل فرقه كبيره، وعايز يغير يعني فكر معين، ان طول الوقت انا عامل فرقه جبنا عدد كتير من اللعيبه، بس كان الهدف ان هو ان احنا نلعب على المربع الذهبي، وان احنا نلعب افريقيا. اشتغلنا بشكل كويس جدا، ولكن في اختيار للنادي ذات نفسه انا ممكن يكون رحت، او الاختيار بتاعي كان من خلال في الاول خالص كان ماسك كابتن محمد يوسف، فهو كان تواصل معايا وكان قدر يختارني. وبعد كده بعد ما خلصت كان جاء كابتن علي ماهر طبعا بفكر تاني، بعدد لعيبه تانيه او بلعيبه تانيه، فدي اللي ممكن تبقى اثرت معايا شويه في النادي. ف يعني مش قادر اقول ان هي تجربه ناجحه، بس عشان ما شاركتش فيها كتير جدا، بس ولكن كانت هي وجهه نظر. بس انا كطارق، لا، في كل تجاربي في كل فرقه انا رحت فيها اكيد استفدت منها وخدناها. يعني مش هقول اللي انا عايزه، لان انا كنت عايزه كنت بحلم ان انا العب بصفه مستمره، ان انا كنت عايز العب منتخب مصر. مريت بعدد مشاكل كتير جدا في عدد الفرق اللي انا لعبت فيها، مش هقول ايا كان تاثيرا من النادي، ممكن يكون تاثيرا مني انا كطارق شويه، بس ولكن كانت الظروف كانت اصعب من ان ما لقيتش المدرب او الشخص اللي دايما مستنيني انا كطارق، ان انا عايز يخليني
بشكل كويس جدا، نصر بشكل كويس او قدر يستحمل او طول الوقت وقف جنبي بشكل كبير جدا. فاتأثرت كتير جدا في الفتره الجايه. بقى بتفكر في ايه اللي الواجهه رايحه فين الفتره والله دي. دلوقتي يعني في عروض يعني وبقدر ادرسها بشكل كويس جدا، فان شاء الله باذن الله يعني الانسب يعني، وساعتها دي انا من التجارب ومن الحاجات اللي هي جاء الوقت اللي انت لازم تفكر فيه، مش اللي انت طول الوقت ان انت اي عرض بيجي فلازم تروح، ده الوقت المناسب اللي انت تقدر تفكر في عرض ان يقدر يفيدك انت كلعيب، مش هتستفاد منه لا، يفيدك انت كلعيب ان انت تقدر تعوض سنين فاتت كتير، وتقدر ان شاء الله تشتغل بشكل كويس جدا وترجع نفسك بشكل كويس جدا. مين الظهير الافضل في مصر حاليا في مكانك؟ في مكاني انا؟ لا، انا من الناس اللي بحب علي معلول جدا، يعني لانه في الاول والاخر هو عنده الاستمراريه، عنده استمراريه في مش في ماتشين ولا ثلاثه لا، فعنده في سنين وعنده القاب كتير جدا، وفي نفس الوقت هو مردوده طول الوقت من اللعيبه. انا من النوعيات اللي بحب اللعيب الهجومي، فعلي معلول عنده كل المميزات ان هو يقدر يبقى لعيب عالمي مختلف. يعني زي ما مختلف وفي نفس الوقت من الناس اللي بحبها جدا. يعني المنافسة في مصر هتفضل أهلي وزمالك ولا بيراميدز يقدر يكمل مودرن سموحة المصري؟ ممكن نشوف بطل جديد للدوري في المواسم اللي جاية؟ بص أنا أقول لك حاجة، هو بيراميدز طبعا طرف في الأندية اللي احنا نقدر نقول عليها اللي هي بتنافس. أنا بيراميدز كان وأنا موجود في النادي كنا مستنيين إن احنا نحقق بطولة، وأكيد بعد ما مشيت هم البطولة دي اتحققت، أكيد النادي ده كان بيعمل كتير جدا عشان يحقق بطولة، ولما حقق بطولة أكيد هم هيبنوا على الكلام ده. فهو طرف بكل قوة إن هو يقدر ينافس مع الأهلي والزمالك في أكيد في الفرق اللي فوق، ومش بالعكس ده ممكن ينافسوا كمان في أفريقيا، لأن العوامل اللي هناك تساعد أي حد ينجح أيا كان، في أي لعيبة في إدارة في كل حاجة، هي فعلا هي منظومة محترفة في كل حاجة. فأكيد البطولة اللي خدوها دي هتفرق معاهم هم هناك كلعيبة، وهم كانوا مستنيين الكلام ده من يعني بقى لهم 5 سنين مستنيين إنهم يحققوا بطولة عشان يبنوا على الكلام ده. وأنا عارف وعشت هناك في أوضة اللبس ان طول الوقت الناس دي كانت بتحلم ان هي تاخد بطوله، ولما حققوا بطوله اكيد مش هيستكفوا بيها، فطول الوقت عايزين يبنوا عليها ياخدوا بطولات كتير جدا. الزمالك استحق السوبر ولا المباراه كانت ممكن تروح للاهلي في وقت من الاوقات؟ بص هو هي المباراه كانت صعبه جدا، يعني هي في الاول خالص ما كانتش باينه مين الاول اللي هيكسب ومين اللي هيخسر، لان ما كانش في عدد فرص للفرقتين. بس هنقول بشكل اكبر الزمالك كان يعني يستحق ان هو يكسب، لان كنت شايف اصرار وروح غير طبيعي. حسيت الاهلي يعني من الماتش ذات نفسه كان ضامن ان هو يكسب في اي وقت، فطول الوقت كان الكره ما كانتش كده. فالزمالك كان طول الوقت عنده الروح وعنده الاصرار ان هو البطوله دي يقدر يحققها ايا كان هي الطريقه، وهو ربنا عوض المجتهد دايما. تمنيت في حياتك انك تلعب في الاهلي والزمالك؟ اكيد طبعا، حلم اي لعيب في الدنيا ان هو متصور ان هو يلعب في اي فرقه زي ان كان الاهلي والزمالك، دول من اكبر انديه في افريقيا مش في مصر، فاي لعيب كان بيحلم يلعب في لاي نادي فيهم. ما اتحققش، بس هو كان في خلال سنه الاسماعيلي دي كان جالي اكتر من كانت قريبه جدا، بس ساعتها كان بيراميدز قدر يحسم الامور بالارقام والحاجات اللي دفعها للنادي، ف رحت بيراميدز. يعني احسن نادي في مصر من وجهه نظرك حاليا؟ احسن نادي في مصر، افضل نادي من ناحيه الامكانيات البطولات الانجازات اكيد تكرار. ما فيش حد، اكيد اهلي وزمالك دول ناديين تاريخهم كبير جدا وبطولات عدد بطولاتهم كتير جدا، فما تقدرش تقول دلوقتي ايا كان احسن نادي في اهلي او زمالك، لا الاثنين ناديين كبار جدا وناديين اي حد واي لعيب يتمنى يلعب. كابتن حسام قادر ان هو ينجح مع منتخب مصر؟ اكيد طبعا الكابتن حسام، طبعا اكيد جالنا حتى مررنا 10 ايام كده، كابتن حسام من الشخصيات المجتهده جدا واللي هو طول الوقت يعني الراجل ده بيشتغل بقلبه مش بعقله، ف يعني هو قادر، وانا واثق كده ان هو دايما مجتهد، فربنا بيعوضه وان شاء الله يبقى يعني، ونتمنى ان هو ينجح ويخلي المنتخب في حته ثانيه. يعني احسن لاعب في مصر؟ احسن لاعب في مصر؟ لا، في عدد لعيبه كتير. مش اسمين عشان نشيل اسمين؟ لا، في عدد لعيبه، انا بيعجبني زيزو طبعا، بيعجبني حسين الشحات جدا، ف يعني طريقه لعب الاثنين انا بيعجبوني جدا يعني.
طارق تتمنى تحقق ايه في حياتك الفتره الجايه بعد اللي حققته في الكوره وتاريخ كبير مع انديه كتيره؟ اكيد عندك احلام نفسك تحققها الفتره الجايه في الكوره او في حياتك الخاصه وبعيد عن كره القدم. لا اكيد الواحد كل واحد فينا عنده طموحات، بس حاليا دلوقتي والله الواحد بيفكر ان هو في القرار زي حته العروض والكلام ده مش زي قبل كده يعني، لان بفكر ان انا قرار ان شاء الله باذن الله يعني الواحد ياخد قرار يفيده وفي نفس الوقت يرجعه احسن من الاول يعني. طارق بشكرك، يعني ما بتتكلمش كتير، واضح كده ان انت كلامك حتى قليل معانا في المقابله. بشكرك، شرفتنا في رقم 10، واتمنى لك التوفيق في خطوتك اللي جايه ان شاء الله، وتقدر تحقق احلامك سواء في الكوره او في حياتك الخاصه ان شاء الله. حبيبي يا مصر والله انا كنت مبسوط جدا ان انا معاك والله، ولقاء حلو. انا من الشخصيات اللي ما بحبش اظهر في الاعلام ولا بحب اتكلم، لان طول الوقت كنا متعودين اللي دايما تشتغل ودايما هو شغلك هو اللي بيخلي الناس تحكم عليك، فبشكرك جدا جدا جدا. اول مره ظهرت في الاعلام كنت معايا احرزت هدف في فرقه كبيره، فاكر الماتش ده؟ اكيد طبعا، انتاج الحربي في بترو سبورت، وكنت في الزمالك كان من اول من كده لك عليك ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي، طارق بشكرك، شرفتنا ونورتنا، واتمنى لك التوفيق ان شاء الله. حبيبي يا مصر والله انا كنت مبسوط جدا معاك. ده كان لقائنا مع لاعب من اللاعبين المميزين في الدوري المصري، هو نجم نادي الاسماعيلي ونجم نادي بيراميدز ونادي مودرن سبورت، اللاعب طارق طه، يعني كان معنا في تصريحات خاصه رقم 10. بشكركم، وإلى لقاءات خاصه قادمه ان شاء الله.